السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصدقائي؟ عاملين اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين الحمد لله. فدلوقتي انا دخلت ماب اللي هي وان بلوك، بس هي اصلا فورتنايت. نحس الورد دوت قربت. ضربة واحدة تفنش قربت. الو 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 يا اسطى. الو شغل جامد. الو واحد انجليش والتاني تركي. الحمد لله جامد، بس المشكلة الطلقات بتخلص من عندنا.
ديت المشكلة الأولى. المشكلة التانية بقى اللي احنا ايه مش قادرين نجمع موارد كويسة، الأكل أصلا بدأ يخلص من عندنا، عشان أصلا الموارد كلها بتخلص بسرعة، حتى كمان الموارد مش مكفية معانا. خشب بلا نهائي. نفضل نرقص في بعض، اللهم إني صائم. انا كأني بومان. اوه حلو، ده احنا نقدر ننزل هنا كمان. يا سلام، انا جبت كل الحاجات. لا شفت المية مش هتكفي يا زهر. خليني ايه ده، هو انا عملت ايه؟ هتتقفل ولا انا عملت توب زائل؟ هنقفل. طيب بس انا حاسس العالم كله بقى سكاي بلوك فعلا، بس شكله بقى متخلف. الصورة ما تيجي معانا الشيلد محتاج مشروم شيلد جيج. انا حاسس اللي هو قصده عاوز
شلك كبير. حد ينزل ثانك ذا بس دريفر بطل بس جيت لوك ات ذا سكاي كاستل. هو بيقول لي اللي في هو بيقول لي اللي فيه كاستل بس اصلا هو تقريبا قصده اللي هو عاوزني ابني اسمها دي اسمها دي يا ربي نسيت الكاستل في الكاستل القصة ديت احنا محتاجينها. بقى 100 تاني ليه؟ ليه؟ لا لا ليه يا عم الضفدع؟ في ايه؟ الله ايه